السلام عليكم. هذا الفيديو الرابع بالنسبة للثانية باك بي سي، الوحدة الثالثة لتيليزاسيون دي ماتيغ اورغانيك اي اون اي ان اورغانيك شابيتر 1 لي ديشي ميناجير اي سي دو لتيليزاسيون دو ماتيغ اورغانيك اي اون اورغانيك الوغ لا جيستيون دي ديشي. درنا ديجا ثلاثة الفيديوهات وهذا هو الفيديو الرابع. هضرنا على لو تخي ميناجير، هضرنا على لي ديشي دوميستيك، وهضرنا كذلك على لو ريسيكلاج. دابا كنهضروا في هذا الفيديو الرابع على ان ديشارج بيبليك. شنو كنقصدوا بان ديشارج بيبليك؟ اولا واحد المطرح عمومي، تو سامبلومون هو البلاصه اللي كنلوحوا فيها الازبال ديال المدينه كامله. مثلا في كازا المطرح العمومي اللي كاين في طريق مديونه اولا بالقرب من مدينه ديال مديونه، يعني في الطريق ديال مديونه كيف ما تنقولوا، كاين تما واحد المطرح كبير ديال النفايات. دونك هذاك سي ان ديشارج بيبليك، هذاك واحد المطرح ديال النفايات. كذلك الناس اللي في القنيطره كاين مطرح ديال النفايات في 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 الخرجه ديال القنيطره، يعني في الطريق ديال الشليحات او في الطريق ديال المناصره على الطريق يعني مشار الوطنيه والطريق الفرعيه على الواد ديال على جنب واد سبو. ثم كذلك في ام عزه في مدينه الرباط، في ام عزه كاين كذلك مطرح ديال النفايات اللي قريب للوطوروت. الوغ شنو كنقصدو بهاد ديشارج بيبليك؟ تو سامبلومون التعريف ديالو شنو هو؟ تبع معايا مزيان. التعريف ديال ان ديشارج بيبليك كنقصدو به هو سي ان اون دغوا، يعني هو واحد المكان اون دغوا يا مكان بوغ لو ديبو. هذا اون دغوا لاش كيصلح لو ديبو دي ديشي دوميستيك، يعني البلاصه اللي كنطرحوا فيها النفايات المنزليه الصلبه لي ديشي دوميستيك سوليبل. هاد المطرح il peut être كونترولي او لا سوفاج. شنو هي كونترولي؟ هي مثلا فيه العمال كيصنفوا النفايات، هذه صلبه، هذه سائله الى اخره، تصنفوها حسب الطبيعه ديالها، كيديروا ترياج او لا سوفاج. سوفاج هو ما كاينش فيه هذا الشيء كامل، يعني كيجيو كيلوحوا الزبل كيردموا عليه بالرمله كيديروا لونفويسمون الى اخره. دونك هذا هو سوفاج. دونك هذا المطرح العمومي سيتي سورس دو ديوكسين. ديوكسين يعني شنو؟ هذا سي ان غاز نوسيف، واحد الغاز خطير على الصحه ديال الجسم، كيدير دي بروبليم ريسبيراتوار اي ديجيستيف ان سي سويت. وكذلك هو واحد المصدر ديال لي كوف. شنو هو لي كوف؟ سون لي كومبوزي اورغانيك فولاتيل. كومبوزي اورغانيك فولاتيل يعني واحد لي كومبوزي اللي كيقدروا يطرحوا لنا واحد الغازات اللي هي سامه وخطيره على الجسم ديالنا. نهايه هذا الفيديو، نلتقي في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اذا كاين شي سؤال خليه في الكومنتير. هذا الفيديو رقم 4، اللي ما شافش لي فيديو الاخرين 1 و 2 و 3 ضروري تمشي تشوفهم. نهايه الفيديو مره اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.